لست زوجة الشهيد البطل سيد طاهر؟ وأنا ابن الشهيد البطل؟ الذي سيعمل تاجرا ولديه شاحنة وهبتها له الجزائر كامتياز، ألست ابن الشهيد؟ لا أعتقد أن أبي كان ينتظر له مستقبلا كهذا. سكين النصر، أنت أيضا لم يكن يتوقع لك مستقبلا كهذا. برأيي لقد ذهبت أبعد من أحلامي بكثير. كان رجلا يقدس العلم والمعرفة، يعشق اللغة العربية، ويحلم بجزائر لا علاقة لها بالعادات والتقاليد البالية التي أرهقت جيله وقضت عليه. أنت لا تقدرين معنى هذا الحظ الكبير، أن تكوني في وطن يمنحك الفرصة أن تكوني امرأة مثقفة. يمكنك أن تسافري وتدرسي وتعملي، يمكنك أن تكوني كاتبة. ما أنني كنت أفضل أن أكون امرأة عادية، أن يكون لي أب وعائلة كالآخرين، وليس مجموعة من الكتب وعزمة من الدفاتر. ولكن أبي أصبح ملكا للجزائر، ولم يبقى لي سوى الكتاب، ولن أسمح لأحد أن يأخذها مني. تشفق علي، أليس كذلك؟ المشكلة أن المرأة الذكية لا تثير مشاعر الشفقة بالمشاعر الإعجاب حتى في حزنها وجرحها المكابر. تعلمين، لقد اكتشفت أنك تشبهينني يا حياة. أنا أيضا كنت أفضل لو كنت رجلا عاديا بذراعين سنتين لأقوم بأشياء اليومية العادية، على أن أكون فنانا مشهورا ولكن بذراع واحدة لا تتأبط سوى اللوحات والرسومات. صحيح، نسيت أن أسألك، لماذا جئت إلى فرنسا؟ لماذا جئت إلى فرنسا؟ قد لا تقنعك أسبابي، ولكنني أكره الجلوس على قمم يسهل السقوط منها، وأكره أن يحولني مجرد كرسي أجلس عليه إلى شخص آخر لا يشبهني ولا أعرفه. ماذا كان؟ مسؤول عن النشر والمطبوعات. بصراحة شعرت أنني خلقت لهذا المكان، خاصة وأنني قضيت سنوات إقامتي في تونس أتعلم اللغة العربية وأتعمق بها. ليتجاوز عقدتي كجزائري لا يتقن بالدرجة الأولى إلى اللغة الفرنسية. ولماذا لم تستمر في هذا المنصب؟ لأنني قررت أن أخرج من الرداءة، من تلك الكتب الساذجة التي كنت مضطرا إلى قراءتها ونشرها باسم الأدب والثقافة ليلتهمها شعب جائع إلى العلم. فاسدة مضى وقت استهلاكها. كنت بشكل أو بآخر مسؤولا عن تدهور صحته الفكرية بسبب الأكاذيب التي ألقنها له، وهكذا تحولت من مثقف إلى مجرد شرطي يتجسس على الحروف والكلمات. بل أريد أن أعرف، هل قرأت كتابي؟ كتابك قيم وأهنئك عليه. شكرا أستاذ خالد، أنا سعيد جدا أن هذه الشهادة من رجل بمكانتك. العفو. أستطيع أن أعتبر أن كتابي سيرى النور قريبا أستاذ خالد؟ لولا بعض الملاحظات الطفيفة. أنا جاهز لأي تعديل أستاذ، المهم مصلحة الكتاب. أنا أعتذر منك، ولكني وضعت خطوطا حمراء تحت الأسطر التي يجب أن تحذف، وعلى ورقة جانبية دونت لك أرقام الصفحات التي تحتوي المقاطع تحتاج لإعادة النظر.
حسنا سأخذها. رغم أنني أعجبت جدا بأفكارك وأوافقك عليها تماما، لكن كما تعلم الموضوع ليس بيدي، وأنا بصراحة أريد لكتابك أن يرى النور. مفهوم أستاذ مفهوم. الحق معك، لا يمكن العمل في هكذا أجواء. لو كنت مكانك لفعلت مثلك، قدمت استقالتي. في الواقع لم تأتي استقالتي لهذه الأسباب بالضبط، بل ربما العكس. لقد بدأت أتعود على تلك الآلية ونسيت أني مثقف يعمل في دائرة ثقافية، وتحولت شيئا فشيئا إلى مجرد موظف عادي يمارس عملية الرقابة على فكر الآخرين، إلى أن جاء ذاك اليوم الذي حسم تلك المسألة. أهلا أستاذ زياد. آسف على التأخير، قبل قليل انتهى الدرس. الطلاب يلحون دائما في الأسئلة وأنت مضطر أن تجيب على كل سؤال حتى ولو اضطررت الاختراع. أنت مدرس؟ نعم أنا في الواقع أدرس الأدب العربي. الأدب العربي؟ الآن عرفت من أين أتيت بهذا الفيض من الشاعرية. أعجبك الديوان؟ أعجبني يا رجل، إنه من أروع ما قرأته من الشعر في الفترة الأخيرة. لا يسعني إلا أن أقول لك شكرا. دعني أخمن أنك فلسطيني. تخمينك في مكانه، أنت رجل لماح. لا، أشعارك هي التي قالت لي، وبالأخص هجاؤك لبعض الحكام وبعض الأنظمة. لست محقا؟ محق، ولكن هناك بروتوكولات بين بعض الدول العربية تمنع الإساءة لبلد بعينه أو حاكم بعينه. لو أنك اكتفيت بالتلميح وابتعدت عن التصريح جعلت الأمر أكثر سهولة وأقل تعقيدا. سمعت أنك خضت حرب التحرير وكانت حربا مشرفة. نعم. لا تبتر لي قصائدي سيدي. رد لي ديواني سأنشره في بيروت. لو لم تكن فلسطينيا وتذوقت مرارة التهجير والتشرد لوجهت لك بالقبضة التي بقيت لي لكمة بين عينيك. على الرحب والسعة، تفضل. وتشفع لك أيضا عبقريتك الشعرية. سأنشر لك ديوانك هذا بالكامل على مسؤوليتي. شكرا. تفضل اشرب قهوة. ونشر الديوان وجلب لي متاعب كثيرة. برافو خالد، لقد كان قرارك غاية في الرجولة والشجاعة. هذه الشجاعة والرجولة لا يمكن لموظف أن يتحلى بها مهما كان منصبه دون أن يغامر بوظيفته. قلت لي إن اسمه زياد؟ نعم زياد، وكان لقائي به منعطفا في حياتي. لقد جعلني غير قادر على تحمل الزيف. وهل أصبحتما صديقين بعد ذلك؟ جدا، فقصص الصداقة القوية كقصص الحب العنيفة غالبا ما تبدأ بالمواجهة والاستفزاز واختبار الكون، وفي النهاية نحن رجلان حاملا السلاح فترات طويلة من حياتهما فتعودا لغة العنف والمواجهة. كان لابد أن نتصادم كي نلتقي، فنحن من طينة واحدة. وهكذا أصبح زياد صديقي الوحيد الذي أرتاح إليه حقا. كنا نلتقي عدة مرات في الأسبوع، نسهر ونسكر ونتحدث في السياسة والفن ونتحول إلى مجانين. كان عمره 30 سنة وديوانين، وكان عمري بعض اللوحات وقليلا من الفرح وكثيرا من الخيبات، إلى أن قرر ذات يوم أن يرحل. يرحل؟ رحل زياد بعد حرب 20 أكتوبر بعدة أشهر. ذهب إلى بيروت ينضم إلى الجبهات الشعبية التي كان أصلا منخرطا بها قبل قدومه إلى الجزائر. زياد، لقد وافق والدي على الخطوبة.
صار بإمكانك الحضور لبيتنا لتتقدم لخطبتي. أخيرا يا ليلى، سيجمعنا سقف واحد. أكاد لا أصدق أن والدي وافق أخيرا، كنت أصاب باليأس. وكيف حصل ووافق؟ بالتهديد. بالتهديد؟ قلت له إما زياد أو لا أحد، وامتنعت عن الأكل والشراب يوما كاملا. مجنونة. لو لم أكن كذلك لما أحببتني ولما استطعت أن ألفت انتباهك. ومتى سيأذن لي السيد الوالد للحضور لطلب يدك؟ أنت حدد الوقت. هيا إذن. الآن؟ نعم الآن. ولكن والدي ما زال في عمله، انتظر حتى المساء. حتى المساء؟ ومن أين آتي بالصبر؟ صدقتك. وهل تشكين في هذا يا حلوتي؟ زياد، نحن في حديقة عامة. ولكنك يا خطيبتي، وليس لأحد أن يتدخل حتى ولو كان والدك. انتظري حين نتزوج، سأنتقم منه شر انتقام. حرام عليك، تنتقم من والدي؟ ماذا فعل لك؟ حرمني من أجمل شيء في حياتي. ألا يكفيني ما حرمت منه طوال عمري؟ أهلي، بيتي، ووطني. أنا أهلك وبيتك ووطنك. كل شيء مبارك. ليلى أمانة في عنقك يا زياد. وفي عيني أيضا. ومتى سنحدد موعد العرس؟ أمي، ما زال الكلام مبكرا على موعد العرس. والدتك محقة يا ليلى، من الطبيعي أن تسأل هذا السؤال. لقد حصلت مؤخرا على شقة وهي تحتاج لبعض التعديلات، وحالما أنتهي من كل الترتيبات سنحدد موعد الزواج. أريد لليلى منزلا يليق بها. زياد، ما بك؟ لقد أقلقتني. ليلى، قل لي ما بك؟ لا تصمت هكذا. لقد قررت العودة إلى لبنان. ماذا؟ تعود إلى لبنان؟ يجب أن ألتحق برفاقي في الجبهة الشعبية. لكن لماذا الآن؟ الحرب الأهلية اشتعلت هناك، ولم يعد وجودي مبررا في الجزائر. أنت ذاهب للحرب؟ تريد أن تذهب لحتفك؟ وأنا؟ لمن تتركني هنا؟ ليلى حبيبتي، أنت لا تفهمين ما يحدث. أنا أفهم شيئا واحدا فقط، أنك ذاهب للموت. أنت لا تحبني زياد، لماذا تقدمت لخطبتي إذن؟ لماذا قابلت أهلي؟ ماذا سيقولون الآن؟ لماذا تريد أن تجرح كرامتي؟ ماذا فعلت لك؟ ليلى حبيبتي، لست حبيبتك. حبيبتك هناك، اذهب إليها، إنها تنتظرك بكفن. أرجوك يا سي خالد، حاول أن تقنعه بالعدول عن رأيه. لا تسمح له بالذهاب إلى لبنان، سيموت صدقني. اطمئني يا ليلى، سأتحدث إليه وأعرف وجهة نظره. قل له أنني سأذهب معه إذا قرر الرحيل، أنا لا أستطيع العيش دونه. أرجوك يا سي خالد، إذا تركني زياد سأموت. قلت لك اطمئني، سأبذل كل ما أستطيع. اطمئني. هذه الكتب لك يا خالد. لي أنا؟ احتفظ بها للذكرى. ما لك تتعامل مع أغراضك وكأنك لن تعود أبدا؟ وماذا أفعل بهذا الخاتم؟